لم يكتفي النظام بالجيش السعودي في داخل البحرين والجيش الإماراتي والقاعدة الأمريكية والقاعدة البريطانية، ها هو الآن يفتح ذراعه للكيان الصهيوني. لقد سقطت الأقنعة وبان الوجه القبيح الحقيقي للنظام الخليفي. لقد أدرك كل العرب والمسلمين الذين ربما ضللوا في يوم من الأيام عن حقيقة هذا النظام الصهيوني. اليوم صحيح هو تاريخ، هو يوم أسود يوقع فيه ويبرم فيه آل خليفة هذا الاتفاق الذي يشكل عارا وشنارا لا يمحوه التاريخ، لكن هذا اليوم هو تاريخ ميلاد جديد لشعب البحرين، وتاريخ ميلاد جديد، وتاريخ في يفرز فيه المحور الصهيو أمريكي والمحور المقاوم الذي يتمسك بالقضية الفلسطينية. نحن تربينا على مساندة القضية الفلسطينية، وخرج البحرانيون في طوالي هذا الصراع في مظاهرات كثيرة، بل قدموا الشهداء. مقدساتنا هي مقدساتهم، أرواحنا، دماؤنا دماء الفلسطينيين. سيكون هذا العهد والوعد ثابت عند البحرانيين، لن يكون شعب البحرين خائنا ومطبعا إلى مع الكيان الصهيوني، بل سيكون مواجها ومقاوما لكل مشاريع التطبيع، وبالدرجة الأولى مقاوما لعملاء الصهاينة وفي مقدمتهم النظام الخليفي.